تحية طيبة مشاهدي الكرام، 8:30 باستديوهات قناة الموريتانية، نشرة الأخبار يصحبكم فيها محمد ذو الحي ويستهلها معكم كالمعتاد بأبرز العناوين. خلال اجتماعه الأسبوعي، مجلس الوزراء يصادق على عدد مشاريع المراسيم ويستمع إلى بيان يتعلق بالعمليات المالية للدولة وآخر حول ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. لجنة المتابعة للقمة العربية بنواكشوط تعقد اجتماعها المحضر لاجتماع وزرائش الخارجية التحضيري للقمة العربية. تدشين شارع وساحة باسم القدس في مدينة نواكشوط. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تعزية تالية إلى فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. السيد الرئيس وأخي العزيز، علمنا ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له القاعدة العسكرية في نانبالا والذي خلف العديد من القتلى والجرحى، وبهذه المناسبة الأليمة لا يسعني إلا معبر لكم ومن خلالكم للشعب والحكومة الماليين الشقيقين وكذا لأسر الضحايا عن تعازينا الخالصة وتضامننا الكامل. وتقبل السيد الرئيس وأخي العزيز فائق التقدير. محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين الحكومة الموريتانية والشركة الموريتانية الإسبانية أميس، كما استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الاقتصاد والمالية يتعلق بالعمليات المالية للدولة في النصف الأول من سنة 2016، وآخر مقدم من طرف وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة يتعلق بخطة العمل الخماسية للمجلس متعددي القطاعات المكلف بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. نتابع فيما يلي نص بيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 21 يوليو 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية، وقدرس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الموريتانية الإسبانية أميس. ويأتي مشروع المرسوم الحالي وفقا لأحكام القانون رقم 2012-052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات الاعتماد الاتفاقية التي تم توقيعها في 4 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الموريتانية الإسبانية، والتي تعتزم من خلالها الشركة تحقيق مشروع خاص بإنشاء مصنع لإنتاج الكلينكر وصناعة الإسمنت في منطقة مركز بولنوار الإداري بتكلفة 10,977,785 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 3,662,699,689 أوقية. وسيخلق المشروع 50 فرصة عمل مباشرة و200 فرصة غير مباشرة. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح قيادة أركان الدرك الوطني. مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح جامعة شنقيط العصرية. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بالعمليات المالية للدولة في النصف الأول من سنة 2016. ويوضح البيان العمليات المالية للدولة خلال الفصل الأول من 2016، ويبرهن على مدى التحكم الدائم في تسيير المالية العامة للدولة وإلى استمرار الإنفاق على الاستثمارات المحفزة للنمو، كما يبرهن مستوى تعبئة الموارد الداخلية على تمكن البلد من امتصاص صدمة الهبوط الكبير في مداخل القطاع المعدني. وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بياناً يتعلق بخطة العمل الخمسية 2016-2020 للمجلس متعدد القطاعات المكلف بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوضح البيان الإنجازات التي حققتها الحكومة من أجل ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بحاجاتهم الخاصة، ويبرز العقبات الملاحظة على مستوى تنفيذ التدابير المعتمدة، ويقدم النشاطات ذات الأولوية المزمع القيام بها في سنة 2016. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية، المديرية العامة للرياضة، المدير العام جاغنا علي تاهيرو، مفتش رئيسي، مدير الرياضة التنافسية سابقا، مديرية الرياضة التنافسية، المدير
عبد القادر والأحمد عبد مفتش رئيسي رئيس مسرحة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة في البراكنة سابقا. المديرية العامة للشباب، مديرية الشباب والحياة الجمعوية، المدير المساعد حمدي سيد أحمد مفتش رئيسي مسير دار الشباب بروسو سابقا. هذا وقد علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمينو للشيخ ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة فاطمة حبيب مساء اليوم في مؤتمر صحفي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وعلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على البيان المتعلق بخطة العمل الخماسية 2016-2020 للمجلس متعدد القطاعات المكلف بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورد الوزيران على أسئلة واستشكالات الصحفيين. هذا وبإمكان مشاهدينا الكرام متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي كاملة بعد نشرة الأخبار باللغة الفرنسية لهذا المساء. والآن نفتح نافذتنا الخاصة بالقمة العربية قمة نواكشوط والتي نفتحها معكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين بالجامعات العربية المحضر لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية 27. الاجتماع الذي ترأسه نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي يناقش القرارات والبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة. ملفات عديدة ومواضيع هامة ومشاريع مقترحة وقرارات، حرص المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية على نقاشها في نواكشوط قبل طرحها محاور بارزة أمام وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الممهد لقمة الأمل الوشيكة. لقاء المندوبين الدائمين تميز بتبادل مهام رئاسة الدورية بين الرئيس السابق لهذا الاجتماع المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية سعادة السفير طارق القوني والمندوب الدائم لبلادنا في الجامعة العربية سعادة السفير ودادي ولسيدي هيبة الذي تسلم اليوم الرئاسة الدورية للاجتماعات المماثلة الخاصة بالمناديب الدائمين وكبار المسؤولين. إن التحديات الجسيمة التي نجابهها حاليا تحتاج منا إلى إصلاح وتطوير آليات عمل جامعاتنا العربية بالشكل الذي يسمح لها بأن تكون أداة فعالة ليس فقط لتوسيع وتعميق تعاوننا المشترك وإنما لتكون أيضا انعكاسا لإرادتنا في التفاعل مع تحديات عصرنا الحديث وتحقيقا لتطلعات الشعوب العربية. إن القمة العربية في نواكشوط يجب أن تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك بالنظر لانعقادها في منعطف هام تمر به منطقتنا، ونتطلع إلى التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وباقي الدول الأعضاء بهدف إنجاح القمة وخروجها بالنتائج المرجوة لدفع التعاون العربي والتعامل مع التحديات التي تواجه أمتنا العربية. في مقدمة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التقرير الأخير الذي أعدته هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة 26 إضافة إلى حوالي 16 بندا من البنود المقرر نقاشها في هذه القمة. لا يخفى عليكم أن قمة نواكشوط العربية 27 تنعقد في ظرفية عربية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد، ومن هذا المنطلق فإن حكمة ويقظة قادتنا من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ووعيهم بحجم التحديات المتعاظمة يوما بعد آخر لهو الدافع إلى أن نجزم معا اليوم بأن هذه القمة ستبعث حقا أملا جديدا بل آمالا جديدة وواعدة تستجيب بحول الله وقوته للتطلعات والآمال العريضة لشعوبنا ودولنا العربية تأكيدا لحقها المشروع في أن ينعم فيها المواطن العربي بحياة كريمة هانئة في جو من الحرية والأمن والاستقرار.
الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والعمل مستقبلا على تطوير جامعة الدول العربية، كلها نقاط كانت حاضرة في خطابات المناديب العرب. نتطلع أن تكون نتائج قمة الأمل تحمل الأمل من نواكشوط، وهذا الأمل يقوينا لنواجه هذه التحديات الجسيمة والخطيرة، ويستطيع قادتنا بلورة مواقف عربية قادرة على تجاوز الوضع العربي الصعب والتعامل بمسؤولية وفاعلية وحسم مع قضايانا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. بعد الخطب الرسمية دخل المجتمعون في جلسات مغلقة يتوقع أن تنتهي بتقرير ختامي يرفع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب. ورقة البلد ضمن هذه النشرة نخصصها الليلة لدولة فلسطين، النظام السياسي والموقع الجغرافي والمقدرات الاقتصادية. نتابع الورقة التالية. فلسطين العاصمة القدس الشريف. يرأس السلطة الفلسطينية حاليا الرئيس محمود عباس أبو مازن. انضمت فلسطين إلى الجامعة العربية في 9 سبتمبر عام 1976. العملة الدينار الأردني. تقع فلسطين غرب الأردن وتخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عقود. تتمتع فلسطين بمناخ معتدل دافئ إلى حار صيفا. يحد قطاع غزة البحر المتوسط غربا ويقع بين مصر والأراضي المحتلة. تبلغ مساحة قطاع غزة 360 كيلومترا مربعا. يسود قطاع غزة مناخ معتدل لطيف شتاء جاف ودافئ إلى حار صيفا. يبلغ تعداد السكان في الضفة الغربية 3,152,361 نسمة، فيما تبلغ نسبة النمو السكاني 3.38%. أما في قطاع غزة فيبلغ تعداد السكان 1,132,063 نسمة. خبر الرئيس محمود عباس أبو مازن الرئيس الثالث للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تولى منصب الرئاسة منذ منتصف يناير عام 2005، كما يشغل منصب رئيس لجنة تنفيذية في منطقة التحرير الفلسطينية منذ وفاة زعيمها ياسر عرفات. الرئيس محمود عباس أبو مازن من مواليد 1935، الرئيس الثالث للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير من العام 2005، ويشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر عام 2004. شغل منصب أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تولى رئاسة الوزراء جامعا معها وزارة الداخلية في العام 2003. ولد محمود عباس أبو مازن في مدينة صفد الفلسطينية التي كانت حينئذ خاضعة للانتداب البريطاني. بعد بدء العام الدراسي السابع له في صفد اضطر للرحيل مع بقية أفراد أسرته إلى سوريا بعد احتلال فلسطين في العام 1948. تلقى أبو مازن تعليمه الثانوي في سوريا والجامعية في جامعة دمشق، ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون، وفي العام 1982 حصل من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب في موسكو على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية. وكانت أطروحته عن العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية، وصدرت لاحقا في كتاب مطبوع عن دار ابن رشد في العام 1984 حمل عنوان الوجه الآخر، العلاقات السرية بين النازية والصهيونية. في عام 1957 عمل مديرا لشؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم في قطر، واستمر في عمله حتى العام 1970، حيث تفرغ كليا للعمل السياسي الوطني في فلسطين.
ورقة القمة في هذه النافذة تتناول القمة العربية في الجزائر عام 73-900 ألف المعروفة بمؤتمر الجزائر. وقد صدر عن هذه القمة بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات، أهمها دعوة إلى إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل يتمثلان في انسحابها من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. قمة الجزائر 1973 عقدت يوم 26 نوفمبر 1973 في الجزائر، وحضرتها 16 دولة عربية بمبادرة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر. وشهدت هذه القمة انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية. وأكد القادة العرب في قمة الجزائر على استخدام سلاح النفط العربي ورفع حظر تصدير النفط إلى الدول التي تلتزم بتأييدها للقضية العربية العادلة، وتوجيه تحية تقدير للدول الإفريقية التي اتخذت قرارات بقطع علاقاتها مع إسرائيل. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من القرارات، أهمها إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة، تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني، القيام بإعادة تعمير ما دمرته الحرب من أجل رفع الروح النضالية عند الشعوب العربية. ودائما في إطار متابعتنا لآخر التحضيرات لانعقاد القمة العربية قمة نواكشوط، نربط الآن الاتصال بزميل أحمد شريف المختار مباشرة من قصر المؤتمرات. مساء الخير زميل أحمد، وما الجديد حتى الآن في إطار هذه التحضيرات؟ مساء الخير زميل محمد والحي، ومساء الخير مشاهدينا الكرام. كما أسلفت، نحن الآن نتواجد بقصر المؤتمرات. التلفزة الموريتانية جندت كل طواقمها لتأمين التغطية المباشرة لهذا الحدث الذي تستضيفه بلادنا لأول مرة في تاريخ القمة العربية 27 في نواكشوط. كل القطاعات جندت طاقتها، بما القطاعات التقنية وقطاع الأخبار والإنتاج، كلها جندت فرق في عين المكان لنقل الحدث إلى مشاهدي الكرام يومي 26 و 25. وقبل ذلك نقل التحضيرات والاجتماعات التي يحتضنها قصر المؤتمرات يوميا. بالأمس احتضن القصر اجتماع كبار المسؤولين الاقتصاديين، واليوم كان هناك اجتماع بالمندوبي الدول العربية في الجامعة العربية وكبار مسؤولي الجامعة العربية. إذن التحضيرات وصلت مراحل متقدمة لنقل الصورة النهائية لكم مشاهدي الكرام. زميل أحمد، نعم. القصر داخل القصر تغير شكلا ومضمونا، ما هو الوجه الجديد لقصر المؤتمرات وهو ينتظر قمة نواكشوط؟ بطبيعة الحال القصر تغير كما قلت شكلا ومضمونا حتى يليق بحدث كهذه القمة العربية 27. تجدر الإشارة أيضا إلى أن موريتانيا قبلت التحدي وغيرت ليس فقط قصر المؤتمرات بل كل تقريبا أحياء نواكشوط، تغيرت لاستقبال هذا الحدث بظرف قياسي ووجيز بشهادة الإعلام العربي والإعلام الدولي كذلك.
لأن أحمد الشريف المختار كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات، شكرا جزيلا لك، ونعد مشاهدينا الكرام بأننا سنواصل تغطية هذه القمة أولا بأول انطلاقا من وصول الوفود العربية التي ستصل بعد أيام معدودة إلى الأراضي الموريتانية، وأيضا التحضيرات اللوجستية والفنية السارية وفي كل بقاع مدينة مكشوط وخصوصا داخل المركب الدولي الذي سيحتضن هذا الحدث الكبير. شكرا أحمد. إذا أشرف وزير الداخلية والمركزية اليوم بنواكشوط على تدشين شارع وساحة أطلق عليها اسم القدس، ويتعلق الأمر بشارع الرابط بين ملتقى طريق وديب سابقا وملتقى طرق ولما. تقرير خديجة مثل المجتمع. القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، تحتل مكانة خاصة في قلوب الموريتانيين منذ القدم، وها هي اليوم تأخذ حيزا من العاصمة نواكشوط بعد أن أطلقت مجموعة نواكشوط الحضرية اسم شارع وساحة القدس على الشارع الرابط بين ملتقى طرق واذيبو سابقا وملتقى طرق ولماه. رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية سيدة ماتي متحمادية أوضحت في كلمتها أن المجموعة الحضرية تعبر باسم ساكنة نواكشوط عن ارتباطها وتشبثها القوي بالقدس العربية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين الشقيقة، وقالت إن هذا الحدث يأتي انسجاما مع الخطوات الشجاعة التي قام بها رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز المتمثلة في قطعه النهائي للعلاقات مع إسرائيل، وهي قرارات تلبي مطالب الشعب الموريتاني كله. وأشارت رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية إلى أن مدينة نواكشوط وهي ترفل في حلتها الجديدة من خلال ورشات الإنجاز المختلفة لا تفتخر اليوم باستقبال القادة العرب في إطار القمة العربية 27. وثمن سفير دولة فلسطين سعادة السيد دياب نمر اللوح هذا القرار الشجاع والذي يأتي في لحظة تاريخية تعيشها نواكشوط وموريتانيا بأكملها، وعبر سعادة السفير عن أمله في أن تكون هذه الخطوة عاملا لتوحيد الصف العربي وتحرير فلسطين وحل جميع القضايا العربية، وقال إن الشعب الفلسطيني يحفظ لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز القرار التاريخي القاضي بقطع العلاقات مع إسرائيل. وجرى حفل التدشين بحضور وزير الداخلية واللامركزية ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الليلة البارحة بدار الشباب القديمة في نواكشوط ندوة سياسية تحت عنوان القضية الفلسطينية في أفق قمة نواكشوط. وأكد رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد المحم في كلمة بالمناسبة تضمن الحزب والشعب الموريتاني بأسره مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكفاحه من أجل استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وأبرز السفير الفلسطيني ما يعانيه الشعب الفلسطيني من تشريد وحصار بفعل الاحتلال المستمر من طرف الكيان الصهيوني ومحاولته تهويد القدس منذ عقود، وطالب المشاركون في قمة نواكشوط بضرورة وطالب المشاركين في قمة نواكشوط بضرورة التمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية وتوفير الدعم الكافي للمقاومة في القدس المحتلة واتخاذ قرارات فعلية لحماية المقدسات وضمان عودة اللاجئين ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام. وأجمع المتداخلون في الندوة على شجاعة القرار الموريتاني التاريخي القاضي بطرد السفارة الإسرائيلية في موريتانيا والدور البارز الذي لعبته بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد المحم بيّن في كلمته الاهتمام البالغ الذي يليه رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز لنضال الشعب الفلسطيني، مستدلا بقراره القاضي بإزالة سفارة إسرائيل من العاصمة نواكشوط. في أفق هذه القمة التي تنعقد خلال الأيام القادمة باسمكم قيادة حزب الاتحاد أردنا أن نحاور الإخوة الفلسطينيين أن نطرح القضية الفلسطينية في أفق هذه القمة، أن نعرف بصدق وبحق ماذا ينتظر الإخوة الفلسطينيون من قمة نواكشوط. هذا هو السؤال الكبير الذي ننتظر الإجابة عليه، لكن بحجم وقوة العواطف اتجاه القضية الفلسطينية في هذا البلد تتجسد مشكلتنا مع فلسطين. أردناها ندوة تحولت إلى مهرجان،
وهذه إحدى مشاكلنا الرئيسية مع القضية الفلسطينية نتيجة للعواطف الجياشة لهذا الشعب تجاه قضية فلسطين، لكن بفضل قيادة الأخ الرئيس محمد عبد العزيز وبحكمته وبوطنيته رأينا لأول مرة جرافات عربية تجرف بيتا إسرائيليا. بفضل قيادة الأخ الرئيس محمد عبد العزيز ووطنيته رأينا كل العرب ينتظمون صفا واحدا في نواكشوط على ضفاف المحيط الأطلسي، حيث وقف عقبة بن نافع وقال كلمته الشهيرة. احتضن مقر حزب اتحاد قوى التقدم صباح اليوم مؤتمرا صحفيا سلط فيه الحزب الضوء على موقفه من انعقاد القمة العربية 27 في نواكشوط، وأكد الحزب ترحيبه بالقادة العرب متمنيا لهم مقاما سعيدا وعودة ميمونة إلى بلدانهم. كما تم التطرق في هذا المؤتمر الصحفي إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العربية الراهنة. وأوضح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد المولود خلال كلمته في المؤتمر الصحفي موقف الحزب من انعقاد القمة متمنيا لها النجاح. هذا اللقاء نختاره عود مناسبة لتعبير الحزب عن مواقفه في قضايا الساعة المهمة، ومن أهم قضايا الساعة ذلك هذا المؤتمر، هذه القمة 27 للجامعة العربية اللي لا تنعقد في بلدنا، اللي لأول مرة يستقبل مثل هذه الاجتماعات الدولية الكبيرة، وهي موقفنا منها موقف اتحاد قوى التقدم نختار نعبر عنه من خلال هذا اللقاء. هذا الموقف يتمثل بما يلي: أولاً، احنا مرحبين بكل القادة العرب من ملوك وأمراء ورؤساء وسياسي وممثلين للدول، مرحبين بهم في بلد الثاني موريتانيا اللي متشبث بهويته العربية والإسلامية والإفريقية، وراجين لهم مقام آمن ومريح ومفيد. أشاد الصحفيون العرب المرافقون للوفود العربية إلى قمة نواكشوط بالخدمات التقنية التي يقدمها المركز الإعلامي المجهز من قبل لجان الإشراف على تنظيم قمة نواكشوط والموجود بمحاذاة قاعة الاجتماعات. ونوه صحفيون العرب في تصريحات لقناة الموريتانية بنوعية وخدمة التجهيزات الفنية واللوجستية التي يضمها هذا المركز. طبعا دي اول مره نزور فيها موريتانيا، مش عايز اقول ان احنا بلا مبالغه تفاجئنا بالدوله، الشعب والكرم والاصاله والضيافه، تفاجئنا بنقاوه هذا الشعب الشقيق الذي كنا نجهله الى حد كبير، تفاجئنا بالتجهيزات التي جرت على قدم وساق خلال فتره وجيزه لا تستطيع اي دوله ان نهوض بها خلال بضعه اشهر، فما بالنا بموريتانيا التي تتحمل وتحمل عبء مسؤوليه الجامعه العربيه واداره مؤسسه القمه بكل مجالسها خلال العام القادم ان شاء الله. المركز الصحفي الذي نحن فيه الان تتمتع بدرجه عاليه جدا من الترتيبات والتجهيزات والتقنيه التي لا تقل عن اي دوله، اي دوله استضافت القمه مرات كثيره، ولا تقل عن اي دوله غنيه او ثريه او متقدمه. النت الذي او شبكه الاتصالات التي تتواجد في موريتانيا اعتقد انها تتفوق على العديد من الدول الغنيه. نحيي القياده الموريتانيه بالدرجه الاولى، ونحيي هذا الشعب الاصيل الذي مش عايز اقول افرط في كرمه وافرط في وده، هذا عهدنا بشعب ينتمي الى العروبه واصاله الاسلام. المركز الاعلامي هنا مركز ممتاز وبيقدم كل الخدمات، وبنشتغل براحتنا في المركز، واحنا ممتنين لهذا المركز بالفعل. أما بالنسبة للاستعداد إلى القمة فأنا برى أنه الاستعدادات بتجري على قدم وساق وباهتمام شديد وبحرص على أن تكون الاستعدادات داعمة للقمة ولأهداف القمة وللخروج منها بنتائج جيدة. نحن نأمل كما تأمل موريتانيا وكل الشعوب العربية في أن تكون القمة دائما فاتحة لاتخاذ قرارات
تدعم العمل العربي المشترك وتحل الأزمات العربية. أول مرة أزور موريتانيا وجدت بلدا جميلا مضيافا شقيقا لأنه يتحدث اللغة العربية، ويعني هو بعيد في الجغرافيا، ولكن يجب أن تحرص القمة العربية على أن تجعله قريب في الوجدان وفي المشروعات وفي التكامل وفي التعامل ما بين الدول العربية وبعضها. نحن هنا طبعا في إطار فريق إخباري تنسيقي هندسي يتبع اتحاد إذاعة الدول العربية، نشارك في تأمين التغطية الإعلامية لفعالية الدورة 27 للقمة العربية اللي تحتضنها نواكشوط، وطبعا هذا الفريق يعمل بالتنسيق الوثيق والتعاون الوثيق مع المهندسين والإخباريين وكل الجهات المكلفة بالبث في شركة البث التلفزي الموريتاني، الإذاعة الموريتانية والتلفزة الموريتانية، حتى تتكثف الجهود لإنجاح فعاليات التغطية الإعلامية لفعاليات هذه القمة. في المركز الإعلامي وجدنا بكل يعني سرور هذا المركز مجهز بكل التجهيزات المطلوبة لاستقبال وفود الإعلامية التي ستشارك في التغطية الإعلامية. بالنسبة لنا احنا طبعا كفريق اتحاد كل التعاون مع المهندسين والجهات المسؤولة كلها في جهات البث الموريتانية، وكل التنسيق موجود أيضا حتى تكون التجهيزات متوفرة وحتى يتم تأمين البث لمختلف فعاليات القمة نحو التلفزيونات والهيئات العربية الأعضاء في الاتحاد، وكذلك نحو الاتحاد الحدات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي. ونأمل أنه إن شاء الله تكون قمة ناجحة وتخطيطها أيضا الإعلامية تكون تحقق الانتشار والإشعاع الذي تتطلع إليه موريتانيا وكل الهيئات. جايين وكلنا أمل، كما هي قمة الأمل نجاح القمة، كل الدعم وكل الحب لدولة موريتانيا والشعب موريتانيا من أجل إنجاح القمة، لسيما بعدما رأينا طيبة وحفاوة وكرم شعب دولة موريتانيا، هذا حقيقي لا مجاملة فيه. احنا شايفين المركز الإعلامي مجهز بتجهيزات كاملة، بالفعل لا مبالغة ولا مجاملة لكم، كل ما نرغب فيه متوفر، أجهزة حاسبات، طابعات، اتصالات، خيام مجهزة مكيفة، أيضا كل وسائل التي يرغب بها الزملاء يتم التزويد بها حالا، كل أعضاء اللجنة الإعلامية سواء من وزارة الثقافة، من وزارة الخارجية، من أي جهة أخرى، إذاعة، تلفزيون، الصحفيين، الصحافة الإلكترونية، أراهم فعلا مسخرين من أجل خدمة وراحة الضيف الذي جاء إلى نواكشوط أو إلى موريتانيا لتغطية فعاليات القمة العربية في دورتها العادية 27. نحن نبتكر أنه المؤتمر الأول المركز الإعلامي هذا اللي تم تشييده، نحن يعني نفتكر أنه يلبي طلباتنا، ونحن جينا قبل 3 أيام تقريبا مع أخواننا الفنيين والمهندسين في الإدارة الفنية في التلفزيون وفي التي دي ام وأيضا في الإذاعة، لوضع اللمسات ووضع التجهيزات الخاصة بهذه التغطية. فالحمد لله وجدنا كل التعاون كبير جدا ومثمر والتنسيق كامل ما بيننا، والحمد لله وصلنا الآن تقريبا نحن في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز هذه التغطية. الحمد لله عندنا طبعا التغطية حتكون الإشارات كلها نحن وصلنا هنا في المركز، وهي المركز الهندسي، ونحن مجندين كل القنوات بتاعت الاتحاد على الأقمار الصناعية وأيضا على الشبكات الجديدة للاتحاد اللي هي شبكات الكونتين ديليفري نتورك اللي هي CDN، بنبعث ستريمينج وأيضا عن طريق الإنترنت وأيضا عن طريق السواتل. فعندنا حوالي تقريبا موجود عندنا حوالي 6 قنوات ساتلية لهذه التغطية، لتغطية القمة نفسها ولاستجابة لطلبات الهيئات للرسائل الثنائية. كما عندنا أيضا 4 قنوات بتاعت شبكات CDN اللي هي الستريمينج لبحث أيضا إرسال إضافية، إنه يكون عندنا حوالي تقريبا حوالي 10 قنوات
متوفرة الآن للاستجابة لهذه الطلبات القمة، تغطية القمة العربية من ناحية جماعية والناحية الثنائية. مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في دورتها 27، تشهد العاصمة نواكشوط هذه الأيام وضع اللمسات النهائية على باقة التحضيرات الرامية إلى إنجاحها على مختلف الأصعدة. الزميلة مغلاهم تليلي ترصد في التقرير التالي الجهود المقام بها لضمان تقديم خدمات نوعية على مستوى تكنولوجيا الاتصال. اكتست عاصمة العرب لبوسها الخلاب استعدادا لاحتضان الأشقاء، وتم كسب الرهانات المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتحضيرية لضمان انعقاد قمة الأمل في طبعتها الموريتانية بأحسن الظروف. لكن السؤال الملح في هذه الأجواء يبقى متعلقا بمستوى الجاهزية الخدمية في مجال الاتصالات وانسيابية الولوج إلى الشبكة العنكبوتية باعتبارها المحرك الأساس لإنجاح عملية التواصل بين الجميع، إشكال حملته الموريتانية على طبق الاستفسار إلى الجهات المعنية. مباشرة عندما كان هناك القرار بأن موريتانيا تنظم القمة، تستضيف قمة الدول العربية القادمة، وزارة التشغيل والتكوين المهني للتقنيات الإعلام والاتصال اتصلت بالمشغلين. المشغلين اليوم عندهم الدور المباشر بالنسبة لخدمات الهاتف وخدمات الإنترنت، وطلبت منهم أنهم يأخذوا جميع الإجراءات اللازمة لضمان تغطية جيدة، لأن اليوم البث والتغطية أساسا عن طريق شبكات المشغلين. دور الأقمار الصناعية في تراجع، والدور الأكبر اليوم للنقل هو عن طريق الإنترنت وعن طريق شبكات المشغلين. المشغلون بمختلف أطيافهم أكدوا عملهم منذ وقت مبكر على مضاعفة الجهود لضمان تدفق أكبر وأسرع للإنترنت خدمة للمستهدفين. عدنا الإكستنسيون لـ 3G في المطار، وحسس زدنا السعة اللي فيها، وعقب ذاك خلصنا مولي من المطار جاي للدشرة، وزدنا أنسي 3G على السيتين قالوا جريدة هي كيعود الوصل من المطار إلى الدشرة بلا 3G على أنه موجود. عقب ذاك ركزنا على بل الحدث اللي لا يعود هو اللي هو البالي دو كونغري، وربطناه بالألياف البصرية، ربطنا لي شابيتو اللي فيه، وربطنا البالي هو من نفسه، وربطنا السانتر دو سيفيد وبالألياف البصرية، ودرنا فيه ديليز لاين بسعة لا تعود تتجاوز 500 ميجا فهم، وفي خدمة الإنترنت بالواي فاي مفتوح لا يعود فيه الضيوف كامل اللي جو اللي ياك يزاولوا اعمالهم من دون مشكله. وعملنا هما اللي ربط لي زورغان دو كومونيكاسيون كاملين، الاتصال كامل اللي في موريتانيا اللي هي التلفزه الوطنيه، عملنا لها ربط بالالياف البصريه بالي دو كونغري، وعندهم اللي في المطار، وعملنا ربط للاذاعه الوطنيه، وعملنا ربط للتدعم اللي هي هما اللي بل من تكمله لتوليز اورغان دي بريس. نحن الان على بوابه المطار، ترحيب خاص للوفود من خلال تركيب نخله ذات شكل خاص يعبر عن الاصاله الموريتانيه وعن الاصاله الشنقيطيه بترحيب بالضيوف. هو عباره عن برج مموه يحوي على شبكه الاتصالات العاديه، ولكنه على شكل نخله لانه يعطي ايحاء بجمال الطبيعه وجمال المنظر وجمال الموقع، لان المطار يشكل تحفه وطنيه يجب الحفاظ عليها ويجب المساهمه فيها بشكل لائق وشكل جميل جدا. تقنيا قمنا بتوسيع الشبكه وتكثيف للشبكه سواء الاتصالات التليفونيه او المعلوماتيه الانترنت خصوصا، وبالاخص في المناطق المستهدفه من قبل زوار ضيوف على العاصمه في المطار او في قصر المؤتمرات او في الفنادق وغيرها. تجاريا عملنا على توفير منتجات الشركه في المناطق كذلك المستهدفه من اجل توفير الخدمه والمنتجات للزوار. وتبقى مساهمة الجميع كل من موقعه ضرورية حتى يتحقق الأمل بإنجاح قمة الأمل. وتشكل استضافة بلادنا للقمة العربية حدثا بارزا عكس المكانة الهامة التي أصبحت بلادنا تحتلها منذ السنوات الأخيرة في المحافل الدولية والعربية على وجه الخصوص، ويعلق المواطنون على قمة نواكشوط أمالا عريضة للنهوض بعلاقات التعاون بين الدول العربية وتشجيع التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
رأيي في القمة أنها أول شيء هو إنجاز لموريتانيا، هو إنجاز لموريتانيا أن الأشقاء العرب يديروا القمة في موريتانيا، وهذا شيء يعني نحن نفتخر به. القضايا أعتقد أن القضايا كثيرة اللي حتناقشها هذه القمة، واللي نقدر نقول من شيء على أن معتزين بأن فخامة الرئيس حصلنا على أن هذه القمة تعود عندنا في 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 بلدنا، وفترة وجيزة خلق هذا التحضير له، اللي نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون إن شاء الله يعني معجزة في 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 الترتيب وفي كل شيء، والنتائج إن شاء الله ستكون زينة. قمة نحن وجدنا فيها ذاتنا، شوفوا فيها أنفسنا. نحن كثيرا ما بحثنا عن العرب في شعر، في المعلقات، ها نحن الآن نلتقي بالعرب على أرض العرب، موريتانيا الجميلة. والله القمة العربية هي مهمة لموريتانيا في الدرجة الأولى. ياسر من البلدان العربية ما تعرف هالبلد، تجي تشوف البلد، الشعب، تشوف جمال البلد، التنظيم، هذه الأمور كلها. العربية في الحقيقة جاءت في وقت حرج على المجتمعات العربية، يشوفوا الحروب في ليبيا والعراق وسوريا. نختار هذه القمة في الحقيقة تجعل حد لهذه المآسي اللي تعيشها الناس حالا في الأمة العربية. أهلا بكم من جديد. شهدت 24 ساعة الماضية تساقطات مطرية هامة في مناطق مختلفة من البلاد، تبشر بخريف واعد في المناطق الداخلية من موريتانيا. نتابع فيما يلي هذه الكميات. Thank you.
أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في ألاج على تدشين مسجد الفاروق في المدينة، وتقدر مساحة هذا المسجد المنفذ من طرف جمعية العون المباشر الكويتية ب 400 متر مربع تم وقفها من طرف أحد المحسنين. في مدينة ألاج عاصمة ولاية البراكنة تتعزز العناية بالشأن الإسلامي عبر جهود معتبرة تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. إنشاء أكبر جامع في المدينة وفق طراز متميز يتنزل في سياق الاهتمام بمكانة المسجد عموما وبدوره في التعليم والتوجيه والتربية. حفل تدشين هذا الجامع كان حدثا مشهودا. مسجد عمر بن الخطاب استقبل بالمناسبة جمعا من رابطة العلماء الموريتانيين ورئيس جمعية العون المباشر الكويتية التي أنجزت المشروع، إضافة إلى جماهير المصلين وسكان حي المدينة المنورة الواقع في هذه الناحية من مدينة ألا. يطيب لي وأنا أشرف معكم على تدشين هذا المسجد المبارك أن أذكركم جادا بما يحظى به المسجد من قدسية في ديننا الحنيف، مما يجعلني أحثكم على إحياء هذا المسجد بالعبادات والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والسهر على أن يبقى مصدرا مشعا للعلم والمعرفة وبث القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة، سعيا إلى تنوير العقول وصقل النفوس وترسيخ معاني المحبة والتفاهم، وهي مقاصد بناءة تدخل في صميم السياسة الواعية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، الذي يجعل من موريتانيا ورشة متكاملة في العلم والسلم والإنتاج. إمام المسجد وفي سياق كلمته الترحيبية ثمن بعناية الدولة بالشأن الإسلامي واستعرض سلسلة إنجازات تندرج في هذا الإطار، وأكد على أن هذا المسجد سيطلع بدوره المهم في مجال نشر الفكر المعتدل وبث روح الإخاء والتسامح في صفوف المواطنين. وفي عقاب تدشين هذا الجامع أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي زيارة اطلاع وتفقد إلى الجامع العتيق في ألاج وإلى المحضرة التابعة له، وحث المشرفين هنا على ضرورة مواصلة الجهود المباركة من أجل تنشئة جيل صالح، مذكرا بالجهود التي يبذلها القطاع للرفع من شأن المحضرة كما وكيفا. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بنواكشوط حفلا مثمنا للإنجازات التي حققتها بلادنا بفوز مرشحيها بعضوية لجنتي الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان. تقرير أمينة متيوبا. فوز السيدة عائشة فال فرجس والسيد با مريم كويتا عضوين على التوالي في لجنتي مناهضة التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان التابعتين للأمم المتحدة خلال الانتخابات التي جرت في نيويورك في 21 و23 من يونيو الماضي. شكل مناسبة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني لتنظيم هذا الحفل احتفاء بهذا الفوز من جهة، وتثمينا للمكاسب التي تحققت في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان على كافة المستويات من جهة ثانية. بهذه المناسبة السعيدة يطيب لي أن أهنئ باسم الحكومة الموريتانية المرشحين الفائزين متمنيا لهما النجاح في مهامهما الجديدة، كما أتوجه بجزيل الشكر لكل الدول الصديقة والشقيقة التي صوتت لصالح المرشحين، والشكر موصول إلى كل من ساهم من قارب أو من بعيد في هذا الإنجاز، وأخص بذكر المشرفين على حملات المرشحين وأعضاء البعثة الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة. إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز يولي عناية خاصة لحماية وترقية حقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية العربية الإفريقية والدولية، وقد تجلت هذه العناية في الاهتمام الكبير بمشاركة بلادنا في عمل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي تكللت مؤخرا بانتخاب عدة موريتانيين أعضاء في لجان المعاهدات في الأمم المتحدة. وبدورهما شكر كل من الفائزين عائشة فال ميشيل فرجس وبا مريم كويتا السلطات العمومية على الجهود المقام بها لتعزيز وتفعيل تمثيل بلادنا في مختلف المنظمات الدولية، مشيرين إلى أن موريتانيا هي البلد الوحيد الذي فاز بعضوية لجنتين من لجان الأمم المتحدة،
الشك، ما نوه الفائزان بدور مختلف القطاعات التي ساهمت في تحقيق هذا الفوز. انطلقت صباح اليوم بمباني وزارة الاقتصاد والمالية أعمال اجتماع المراجعة السنوية لبرنامج التعاون الفني الموريتاني الياباني الذي يتم خلاله استعراض واقع التعاون وأفاقه المستقبلية وتقييم مختلف المشاريع التنموية المنفذة وتلك التي هي قيد الإنجاز الممولة من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وخلال اللقاء شكر المدير العام للاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي السيد عباس سيلا باسم وزير الاقتصاد والمالية الحكومة اليابانية على الدعم الذي تقدمه لبلادنا في عديد المجالات. من جانبه قال مدير الوكالة اليابانية للتعاون إن الحكومة اليابانية لن تدخر جهدا في مباشرة تطبيق الخلاصات والتوصيات المتماخضة عن هذا اللقاء. الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مؤتمرها العادي الثالث بدار الشباب القديمة في نواكشوط، وقد تم خلال هذا المؤتمر إعادة انتخاب الأمير العام السيد السابوري والبيا. وقد عكفت لجان متعددة على فعاليات المؤتمر الذي توج بتقديم تقرير تناول محاور حول سبل الكفيلة بترقية شريحة العمال والنهوض بها نحو الأفضل. الأمين العام المعاد انتخابه السيد ساموري البيا شكر في كلمته المؤتمرين على تنظيمهم الجيد للمؤتمر وما مر به من مراحل، مهنئا المكتبة التنفيذية الجديدة للنقابة ومؤكدا أنها ستواصل جهودها من أجل ترقية شريحة العمال وتحقيق المزيد من الرفاهية لهم. نصل إلى جديد المال والأعمال وزميل الغالي متعمر شين، ولكن بعد الفاصل. شكرا محمد، مساء الخير مشاهدينا الكرام. نبدأ نشرتنا الاقتصادية الليلة كالعادة باقتصاد دولة عضو في جامعة الدول العربية، ويتعلق الأمر هذه الليلة بدولة فلسطين. وصلت أرصدة الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج إلى 5.891 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.6% واستثمارات أخرى بنسبة 19%. وشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 76% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني. وعلى مستوى العقارات فقد شهد قطاع الإسكان تقدما كبيرا، حيث وفرت السلطة الفلسطينية المساكن لفلسطينيي القدس من خلال تقديم القروض والمساعدات في أعمال البناء سعيا منهم لتثبيتهم داخل المدينة. في هذا الإطار وقعت فلسطين مع صندوق الاستثمار العربي في السنوات الأخيرة اتفاقيات تمويل بقيمة 900 مليون دولار في مجال العقارات. وفي المجال الزراعي تعد الزراعة في فلسطين مرتكزا أساسيا في الاقتصاد الوطني، فهي تمثل رمز صمود وتصد وتشبث بالأرض المستهدفة بالمصادرة والاستيطان، وتشكل مصدرا للدخل والغذاء في أوقات الأزمات. فأهمية الزراعة لا تقتصر على مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الفلسطيني فقط، بل إنها تشكل جزءا أساسيا من التراث الفلسطيني، بالإضافة إلى مساهمتها الإيجابية في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. الآن مشاهدينا إلى أسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أعلنت شركة جي سولار، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية، أنها سلمت وحدات طاقة شمسية عالية الكفاءة تبلغ قدرتها التوليدية 11 ميجاوات لمشروع طاقة في منطقة البحر الأحمر في مصر. المشروع تموله حكومة أبوظبي ويعتبر الأكبر الذي يعمل بالطاقة الشمسية والديزل في شمال إفريقيا. قالت مصادر مطلعة اليوم إن الحكومة اليابانية تقوم بإعداد حزمة من إجراءات التحفيز الاقتصادية قيمتها 190 مليار دولار أو أكثر، على الرغم من أن الإنفاق الحكومي الفعلي من المرجح أن يكون أقل من نصف هذا المبلغ. وقالت المصادر إن الحزمة ستكون بقيمة 20 تريليون ين على الأقل، وهو ما يتماشى مع أعلى توقعات للسوق. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية.
مشاهدينا، ختاما للنشرة الاقتصادية، شكرا لكم على كرم المتابعة. عودة إلى محمد وباقي النشرة، إلى اللقاء. شكرا لزميلة الغالية متعمر شين. ختاما للنشرة، تذكير بأبرز العناوين. خلال اجتماعه الأسبوعي، مجلس الوزراء يصادق على عدد مشاريع المراسيم ويستمع إلى بيان يتعلق بالعمليات المالية للدولة وآخر حول ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. لجنة المتابعة للقمة العربية بنواكشوط تعقد اجتماعها المحاضر لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية التحضيري للقمة العربية. تدشين شارع وساحة باسم القدس في مدينة نواكشوط. نهاية هذه النشرة، أعود فألتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلك الحين، في أمان الله.